إن انتقص الصحابة رضي الله عنهم وسبوا وقدحوا ولم يتكلم متكلم ولم يفعل فعل يزجر به هؤلاء أو يرد به على هؤلاء، فإننا في الحقيقة قد خسرنا ديننا، لأن هذا الدين ما أتى إلا عن طريق هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أثبت أن عددا منهم من أهل الجنة.